السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الخامس الابتدائي، مرحبا بكم في مادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة إن شاء الله هناخد وحدة معانا جديدة بعنوان الأنشطة الاقتصادية في مصر. هناخد فيها الدرس الأول الإنتاج الزراعي والسمكي والرعوي. أول حاجة معانا هنشوفها النهاردة في الوحدة بتاعتنا، احنا قلنا اسم الوحدة اسمها الأنشطة الاقتصادية في مصر. طب يعني ايه كلمة نشاط اقتصادي؟ ما المقصود بالنشاط الاقتصادي؟ النشاط الاقتصادي هو مدى استثمار الإنسان للموارد المتاحة لسد احتياجاته من غذاء وأمن وعدالة وترفيه. يعني ايه مدى استثمار الإنسان للموارد المتاحة؟ أنا ربنا دلوقتي خالق لي موارد طبيعية زي الأرض زي التربة، انا بستثمر التربه، ده مورد اهو ربنا خلقه لي، انا بستثمر التربه وبزرع فيها عشان اسد احتياجاتي من الاكل. ومش بس كده، ده انا كمان بسد احتياجاتي من المواد الخام زي القطن. يبقى ادي حاجه ادي بستثمر منها. تاني حاجه عندي مثلا نهر النيل، ده كده ايه، ده مورد ربنا خلقه لي. طب انا بعمل منه ايه؟ انا بستثمره. بستثمره ازاي؟ بستثمره في الزراعه، بستثمره في الشرب، في الاغراض المنزليه. يبقى انا كده بسد احتياجاتي. يبقى انا المعنى كده لما اجي اقول لك نشاط اقتصادي، النشاط الاقتصادي ده انا بستثمر كل الموارد الطبيعيه اللي ربنا خلقها لي، سواء في الصحراء من معادن او بترول، او سواء في البيئه الزراعيه من تربه، نهر النيل، كل الموارد دي انا بستثمرها عشان اسد احتياجاتي من غذاء وامن وعداله وترفيه. طب تعالوا نشوف مع بعض كده خصائص النشاط الاقتصادي في مصر. يا ترى النشاط الاقتصادي في مصر بيتميز بايه؟ قال لك يتنوع النشاط الاقتصادي في مصر ما بين نشاط زراعي، نشاط سمكي، نشاط رعوي، نشاط صناعي، نقل مواصلات. عندي أنشطة اقتصادية كتير جدا موجودة في مصر، سواء هلاقي زراعة، هلاقي صيد الأسماك، هلاقي رعي الحيوانات، هلاقي نشاط صناعي أو الصناعة، هلاقي النقل والمواصلات، هلاقي التجارة، هلاقي السياحة. كل دي أنشطة اقتصادية موجودة في مصر. يعني بالتالي أنا شايف تنوع، يعني شايف اختلاف موجود في الأنشطة إيه؟ في الأنشطة الاقتصادية. طيب الأنشطة دي مقسومة نصين. أول جزء من هذه الأنشطة بيحقق فائض في الإنتاج، يعني في من الأنشطة دي حاجات بتحقق فائض، يعني زيادة في الإنتاج، زي ما هناخد مع بعض كمان شوية النشاط الزراعي، هنعرف مع بعض إن في محاصيل فيها فائض. طب الفائض أو الزيادة دي هعمل فيها إيه؟ أنا سديت حاجتي الداخلية أو المحلية، طب أنا الفائض أو الزيادة دي هعمل فيها إيه؟ أكيد مش هرميه، أمال هعمل فيه إيه؟ هصدره للخارج. هصدره للخارج. لو عندي اي فائض في اي منتج عندي، زي ما هناخد دلوقتي بطاطس، برتقال، ارز، اي منتج فائض عندي هعمل، هبدا اصدره. ده زائد عن حاجه السكان، انا خلاص استكفيت حاجه السكاني، فهبدا اصدر الخارج الزياده عندي للخارج. طيب ده النوع الاول من ايه؟ من الانشطه. طب النوع الثاني من الانشطه بقى للاسف ده بيسبب عجز، فبضطر ان انا استورد من الخارج. يعني ايه بيسبب عجز؟ يعني نقص، يعني عندي لا يكفي او لا ما بيكفيش حاجه السكان عندي، فبضطر ان انا استورد من الخارج، زي ما هناخد مع بعض كمان شويه ان الانتاج السمكي مش بيكفي حاجه السكان، الانتاج الرعوي او الحيوانات عندي برضو ما بيكفيش حاجه السكان. طب من هنا هضطر اعمل ايه؟ هستورد. هضطر هنا استورد من الخارج. من الخارج. سواء بقى الانشطه دي بتحقق فائض وبصدره، او بتحقق عجز وبستورده، هنا تظهر لي حاجه اسمها التجاره الدوليه، اللي هي عمليه البيع والشراء، اللي هو التصدير والاستيراد. لولا التجاره الدوليه دي لا كنت هعرف اصدر للخارج المنتجات الفائضه، ولا هعرف ان انا استورد اللي هو بيحقق عندي عجز. ده كده اسمه خصائص النشاط الاقتصادي. يبقى خصائص النشاط الاقتصادي عندي في بلدي ان هو فيه تنوع، عندي انواع كتيره جدا من الانشطه الاقتصاديه. طيب في سؤال بيقابلني بيقول لك ما النتائج المترتبه على النمو السكاني السريع في مصر؟ طبعا زي ما احنا عارفين مصر بلد فيها نمو سكاني سريع، يعني عدد المواليد كتير عن عدد الوفيات، فانا عندي نمو سكاني. طيب النمو السكاني ده، انا بلدك دلوقتي او الدوله اللي انت عايش فيها بتحاول ان هي يبقى عندها تقدم في الانشطه الاقتصاديه، زي مثلا النشاط الزراعي. هناخد مثال مثلا بسيط، النشاط الزراعي، انا كدوله بحاول اوسع في مساحه الارض الزراعيه عشان ازود الانتاج الزراعي عشان اقدر اسد احتياجات السكان عندي. طيب انا وانا بزود الانتاج الزراعي بيقابلني زياده في السكان، فبالتالي انا مش عارفه اعمل فائض، مش عارفه اعمل انجازات.
طب يبقى معنى كده ان مين اللي عمل لي اعاقه دلوقتي؟ النمو السكاني. النمو السكاني عمل لي اعاقه، انا كل ما بحاول ازود الانتاج الزراعي علشان ابدا اصدر للخارج مش بقدر، بلاقي النمو السكاني بيبدا يكون عائق في بالنسبه لي في الموضوع ده. فعشان كده ميجي يقول لك ما النتائج المترتبه على النمو السكاني السريع في مصر ادى الى ايه؟ هقول له ادى الى التقليل من انجازات النشاط الاقتصادي في مصر، اللي انا كنشاط اقتصادي مش عارف اعمل فيه انجازات، لان كل ما بحاول اعمل انجاز بلاقي النمو السكاني بيقضي لي على هذا الانجاز. طب تعالوا مع بعض كده السؤال المتفوقين، السؤال بتاعي بيقول ايه؟ السؤال بتاعي بيقول بما تفسر ظهور التجاره الدوليه. كمان مره السؤال بتاعي بيقول ايه؟ بما تفسر ظهور التجاره الدوليه. هنستنى اجاباتكم في التعليقات الخاصه بالفيديو. تعالوا نتكلم بقى اول حاجه على الانتاج الزراعي فين في مصر. احنا الدرس بتاعنا اسمه الانتاج الزراعي والسمكي والرعوي، يعني انا هتكلم على ثلاث انشطه اقتصاديه. اول نشاط هتكلم عليه هو الزراعه او الانتاج الزراعي فين في مصر. قال لك هنا تبلغ مساحه الاراضي الزراعيه في مصر حوالي 8.5 مليون فدان، يعني الاراضي اللي انا بزرعها في مصر بس 8.5 مليون فدان، وده بيوازي 4% من مساحه مصر. يعني لو اتفقنا مع بعض ان المساحه الكليه لمصر هي 100%، 4% فقط من ال100 دي هي مساحه زراعيه هي اللي بتتزرع، و96% اللي باقيين من ال100 دول هم ايه؟ اراضي صحراويه غير ماهوله بالايه؟ بالسكان، وطبعا ما بتتزرعش. يبقى مساحه الاراضي الزراعيه 8.5 مليون فدان. طب لو عملناها بالنسبه المئويه هتوازي قد ايه؟ 4% من مساحه مصر. 4% من مساحه مصر. معنى كده طبعا ان مساحه الانتاج الزراعي مساحه صغيره مش مساحه كبيره، فاحنا بنحاول ان احنا نقضي حاجه السكان بيها. طيب النشاط الزراعي هل له اهميه في مصر؟ بما تفسر اهميه الزراعه في مصر، ايه اهميه الزراعه؟ الزراعه دي ايه اهميتها في مصر؟ بتعمل لنا ايه كنشاط زراعي؟ اول حاجه هقول له تساهم بحوالي 20% من جمله الصادرات السلعيه في مصر. الزراعة كنشاط زراعي بتساهم بحوالي 20% من جملة الصادرات السلعية في مصر، يعني أنا لو أنا بساهم أو عندي فائض في الزراعة 20% من الصادرات اللي أنا، يعني الصادرات بتاعتي مثلا 100%، 20% بس كنشاط زراعي هو اللي بصدره من الصادرات السلعية في مصر، يبقى أول حاجة تساهم بحوالي 20% من جملة الصادرات السلعية في مصر، يعني بطلع منها تصدير. طب النشاط الزراعي بيطلع تصدير قد إيه؟ 20% بس، 20%، معنى كده اللي هي مهمة؟ طبعًا مهمة. طيب رقم 2، يعمل بيها حوالي 28% من إجمالي قوة العمل. يعني ايه؟ يعني برضو 28% يعني من كل 100 واحد بيشتغلوا في مصر، من كل 100 28 منهم بيعملوا في الزراعة. طبعا دي برضو عدد مش ايه، مش صغير، عدد كويس جدا، فبالتالي طبعا بتحارب الايه؟ البطالة، فهي مهمة. يبقى يعمل بها ايه؟ 28% من اجمالي قوة العمل، اي من كل 100 28 فرد. رقم 3، هما نقطتين بس، يبقى نقطتين. لما يجي يقول لك ايه هي اهميه الزراعه هقول له اول حاجه بتساهم الزراعه في الصادرات السلعيه، وتاني حاجه بيعمل بيها 28% من قوه العمل. طيب تعالوا نشوف مع بعض اهم الصادرات السلعيه في مصر من الزراعه. لسه قايلين مع بعض من شويه ان تساهم الزراعه بحوالي 20% من اجمالي الصادرات السلعيه في مصر. طب تعالوا نشوف بقى ايه هي الصادرات السلعيه الزراعيه اللي مصر بتصدرها للخارج. قال لك ياتي معايا في المركز الاول محصول البرتقال. البرتقال بيجي معايا في المركز الاول من اكتر المحاصيل او الصادرات السلعيه الزراعيه اللي مصر بتصدرها للخارج هو محصول البرتقال. ثم ياتي معايا في المركز الثاني محصول البطاطس. طيب بيجي معايا في المركز الثالث محصول ايه؟ قال لك القطن الخام. ياتي في المركز الايه؟ الرابع. الثالث القطن الخام. واخيرا ياتي في المركز الرابع محصول الايه؟ الارز. خلي بالك هنا الجزئيه دي مهمه جدا، بتيجي في صح وغلط، بتيجي في اختيارات، يقول لك مثلا ضع علامه صح او خطا، تاتي البطاطس في المركز الاول من الصادرات السلعيه الزراعيه في مصر. غلط، يميس البرتقال في المركز الاول والبطاطس في المركز الثاني. يبقى خلي بالك برتقال بطاطس قطن ارز، برتقال بطاطس قطن ارز كده بالترتيب. احنا قلنا في اهميه الزراعه ان هي بتساهم من الصادرات السلعيه بنحو 20%، هي دي بقى الصادرات السلعيه اللي احنا بنصدرها من الانتاج الزراعي. البرتقال في المركز الاول، البطاطس في المركز الثاني، القطن الخام في المركز الثالث، والارز في المركز الرابع. يبقى لما اجي اقول لك اهميه الزراعه هتقول لي رقمين، 20% و28%. 20% تساهم بالصادرات الزراعيه السلعيه، ده 20%، 28% بيعمل بيها 28% من قوه العمل في مصر.
ما المقصود بالتنمية الزراعية؟ طيب انت قلت لنا يا ميس دلوقتي ان مساحة الارض الزراعية 4% يعني 8.5 مليون فدان، واحنا قلنا المساحة دي صغيرة، طب هل المساحة دي هتكفي فعلا عدد السكان اللي عندي وانا عندي نمو سكاني؟ لا طبعا، اكيد هيبقى عندي عجز في محاصيل معينة. طب انا كدولة مجهودي اعمل ايه؟ اللي انا ابدا اعمل تنمية زراعية. يعني ايه تنمية زراعية؟ يعني ابدا ازود في الزراعة. طب انا هزود الانتاج الزراعي ده ازاي؟ قال لك هزود الانتاج الزراعي ده عن طريق حاجة اسمها التوسع الافقي والتوسع الرأسي. يبقى انا دلوقتي كدولة عايز اعمل تنمية، يعني ايه تنمية؟ يعني زيادة، عايز ازود الاراضي الزراعية، عايز ازود الانتاج الزراعي، هزوده ازاي؟ عن طريق التوسع الافقي والتوسع الرأسي. هو ده المقصود بالتنمية الزراعية. يبقى التنمية الزراعية هي زيادة الانتاج، تنمية زيادة هي زيادة الانتاج الزراعي عن طريق التوسع الافقي والتوسع الرأسي. طب تعال نشوف يعني ايه توسع افقي ويعني ايه توسع رأسي اللي احنا هنزود بيه الانتاج الزراعي. طب تعالوا نبتدي اول حاجه بالتوسع الافقي. قالك التوسع الافقي هو زياده مساحه الاراضي المزروعه عن طريق استصلاح مزيد من الاراضي. دلوقتي انا عايزه، اتفقنا مع بعض ان انا عايزه ازود الانتاج الزراعي، عايزه ازود انتاجي من الزراعه. طب هزوده ازاي؟ قالك منطقي كده ان انا لازم ازود مساحه الاراضي اللي هتتزرع، لان كل ما مساحه الاراضي اللي هتتزرع هتزيد، كل ما الانتاج او المحصول بتاعي هيزيد. طب ازاي اعمل كده؟ ازاي ازود مساحه الاراضي الزراعيه؟ قالك استصلاح مزيد من الاراضي. ابتدي ان انا اوصل الميه العذبه للاراضي الصحراويه اللي هي ما بتزرعش، اللي احنا سايبينها، وابتدي ان انا ايه ازرعها، استصلحها، او ان انا ايه ازرعها استصلحها، يعني هخليها صالحه للايه؟ للزراعه. وده حل من الحلول اللي هناخده مع بعض دلوقتي في مشاريع التنميه الايه؟ الزراعيه. يبقى توسع افقي ده يعني ايه؟ ده يعني ان انا هزود مساحه الاراضي. ليه سميته افقي؟ لان الارض هي ايه؟ افقيه الامتداد، بتمتد ايه؟ افقيا، عشان كده سميته توسع افقي. طب هزود المساحه دي ازاي؟ ان انا هستصلح كثير او مزيد من الايه؟ من الاراضي. من الاراضي. طب تعالوا للجزء الثاني او الطريقه الثانيه اللي هنمي بيها الزراعه، اللي هي ايه؟ اللي هي التوسع الرأسي. يعني ايه توسع رأسي؟ ما المقصود بالتوسع الرأسي؟ قال لك التوسع الرأسي هو زياده انتاج الفدان. يعني الفدان الواحد بتاع الارض، تمام، بدل ما بيطلع لي مثلا طن من اي محصول معين، لو افترضنا يعني انا عايزاه يطلع لي طن ونص. طب ازاي ميس هيطلع لي طن ونص؟ هو بيطلع لي طن بس. ان انا بقى اعمل ايه؟ ان انا استخدم وسائل علميه حديثه في الزراعه، ان انا استخدم وسائل جديده، وسائل حديثه في الزراعه، هستخدم اسمده، هستخدم مبيدات، الات حديثه. كل ده ليه؟ كل ده علشان انتاج الفدان الواحد يزيد، وبالتالي اعوض النقص اللي عندي في الانتاج الايه؟ في الانتاج الزراعي. في الزراعي. طب انا ليه سميت التوسع ده رأسي؟ لان بالمنطق كده المحصول ينمو رأسيا ولا افقيا؟ رأسيا. المحصول بينمو لفوق رأسيا، عشان كده انا سميته توسع ايه؟ رأسي. الجزئيه دي ممكن تجي لك، ما المقصود بالتوسع الافقي، او ما المقصود بالتوسع الرأسي، او يقول لك قارن بين التوسع الافقي والتوسع الايه؟ الرأسي. طيب بعد كده هناخد مع بعض اهداف التنميه الزراعيه. اهداف التنميه الزراعيه، التنميه الزراعيه هدفها ايه؟ انا كهدفي كدوله ان انا ازود مساحه الاراضي الزراعيه عشان ازود الانتاج الزراعي. يبقى ما اجي اقول لك اهداف التنميه الزراعيه، الدوله بتهدف لايه؟ بتهدف من ايه؟ من التنميه الزراعيه. ايه الهدف من التنميه الزراعيه؟ اللي انا هزود مساحه الاراضي الزراعيه. طب هتزوديها ازاي؟ عن طريق استصلاح من الاراضي، اللي هو احنا لسه قايلين عليه التوسع الايه؟ الافقي. طيب تاني حاجه زياده انتاجيه الفدان، هنزود انتاج الفدان زي ما احنا قايلين من شويه، بدل ما يبقى طن هيبقى مثلا طن ونص وهكذا. طب هنزود ازاي انتاجيه الفدان؟ عن طريق التوسع الايه؟ الرأسي، اللي هو استخدام وسائل تكنولوجيه حديثه. ثالث حاجه تحسين مستوى معيشه الفلاح، انا كدوله بهدف من التنميه الزراعيه ان انا احسن مستوى معيشه الفلاح. طبعا لو انا زودت مساحه الارض الزراعيه هزود الانتاج الزراعي، فبالتالي هزود دخل او مستوى الدخل بتاع معيشه الفلاح، وبالتالي هيتحسن مستوى معيشته. يبقى ده هدف من اهداف التنميه الزراعيه، ان انا احسن مستوى معيشه الفلاح. طيب تعالوا نشوف بقى مع بعض نماذج او امثله من مشروعات التنميه الزراعيه في مصر. احنا قعدنا نتكلم عن التنميه الزراعيه وان ازاي الدوله هنزود الانتاج الزراعي وهنزود مساحه الاراضي الزراعيه. طب هل فعلا الدوله نفذت مشروعات لذلك الغرض يعني ولا لا؟ ايوه فعلا يا ميس، الدوله نفذت مشروعات علشان تنمي الزراعه في مصر. طب تعالوا نشوف بقى اهم المشروعات اللي الدوله قامت بيها علشان تنمي الزراعه في مصر. قال لك اول مشروع، وزي ما هو قدامك على الخريطه وخلي بالك كويس جدا من المكان بتاعه، هو مشروع اسمه مشروع توشكا. المشروع الثاني اللي الدوله عملته هنتكلم عليه مع بعض النهارده هو مشروع
مشروع تبعة السلام. المشروع اللي بعديه هو مشروع شرق العوينات، ثم آخر حاجة أو آخر مشروع هنتكلم عليه هو مشروع الفرف. تعالوا ناخدها كده واحدة واحدة ونتكلم على مشروع منه. تعالوا نبتدي أول حاجة بمشروع إيه؟ توشكا. إيه مشروع توشكا ده؟ قالك مشروع توشكا ده زي ما أنت شايف قدامك، أنت شايف قدامك إيه؟ قناة، صح كده؟ طب القناة دي فيها إيه يا ميس؟ القناة دي فيها مية ميس، مية عذبة. فيها مية عذبة، وزي ما أنت شايف كده حواليها في أراضي إيه؟ أراضي زراعية. أراضي زراعية. طب القناة دي جابت المية بتاعتها منين؟ استمدت المية بتاعتها منين؟ قالك إن القناة دي تم تزويدها بالمياه من بحيرة ناصر، يعني القناة دي محفورة عشان تاخد المية من بحيرة إيه؟ ناصر. طيب هتاخد المية من بحيرة ناصر هتوديها فين؟ ده بقى من هنا تجيلي أهمية مشروع إيه؟ توشكا. أهمية مشروع توشكا. يجيلك سؤال يقولك بما تفسر أهمية مشروع توشكا أو ما النتائج التي ترتبت على مشروع ايه؟ توشكا او انشاء مشروع توشكا. تعالوا نبص كده مع بعض. قال لك اول حاجه تهدف القناه دي اللي هي مشروع توشكا تهدف الى ري مساحه واسعه، يعني مساحات كبيره جدا من الاراضي زي ما شفنا في الصوره كده، جنوب منخفض الخفجه بالوادي الجديد. يعني قناه توشكا دي بتاخد الميه من بحيره ناصر توديها لجنوب منخفض الخفجه اللي هي واحه الخفجه اللي موجوده في محافظه الوادي ايه؟ الوادي الجديد. الوادي الجديد. طبعا الكلام ده على عده ايه؟ عدة مراحل. يبقى اول هدف ان احنا هنروي مساحات واسعة جدا جنوب منخفض الخرجة في محافظة الوادي الجديد علشان ازرعها على عدة ايه؟ مراحل. طب السؤال هنا يا ترى هزرع ايه؟ ها هنزرع ايه؟ هزرع ميس نباتات طبية ونباتات الزينة وغيرها من المحاصيل الزراعية. يبقى اهم النباتات اللي بتتزرع في مشروع توشكا نباتات طبية ونباتات زينة وغيرها من المحاصيل الزراعية. يبقى ده اول مشروع معانا في مشروعات التنمية الزراعية اللي هو مشروع توشكا. تاني مشروع اسمه مشروع ترعة السلام. ايه مشروع ترعة السلام ده؟ قالك المشروع ده زي ما احنا شايفين كده في الصورة طالع من نهر النيل على فرع دمياط لحد ما يروح عند شمال شبه جزيرة سيناء، هو ده مشروع ترعة السلام. يبقى هي عبارة عن ترعة بتخرج من فرع دمياط الى سيناء. طبعا فرع دمياط يعني جاي من نهر النيل، يبقى مشروع ترعة السلام ده المية بتاعته العذبة جاية من نهر النيل لحد ما تروح عند فرع دمياط، ومن فرع دمياط نبدأ هنا بقى نحفر مشروع ترعة السلام اللي هو لحد شمال سيناء. طبعا احنا عارفين شمال سيناء هناك في طبعا في صحراء، فهنبدا احنا نستصلح الصحراء دي. يبقى ما اجي اقول لك بما تفسر ايه هو اهميه مشروع ترعه السلام هتقول لي ايه؟ هقول له ري مساحات واسعه من الاراضي شمال سيناء او توصيل مياه نهر النيل من فرع دمياط الى شمال سيناء لزراعتها. استصلاح الاراضي الصحراويه بها وزراعتها. يبقى تاني بما تفسر او ما النتائج اهميه مشروع ترعه السلام هقول له توصيل مياه النيل الى شمال سيناء لاستصلاح الاراضي الصحراويه وزراعتها. ادي كده خدنا كام مشروع؟ اخدنا 2 توشكا يا ميس وتبعة السلام. تعالوا بقى نشوف مع بعض المشروع الثالث اللي هنتكلم عليه النهارده وهو مشروع ايه؟ قالك هو مشروع شرق العوينات. طب تعالوا نشوف كده، يجي لك سؤال يقول لك ما النتائج التي ترتبت على اقامه مشروع شرق العوينات؟ كلمه العوينات دي سمعناها مع بعض قبل كده، حد فاكر سمعناها فين؟ ايوه ميسا كنت واخدها في سنه رابعه في جبل اسمه جبل العوينات موجود في الصحراء الغربيه. برافو عليكي، بالظبط كده. قال لك المشروع ده اقيم بالتحديد شرق جبل العوينات. طب ايه النتائج اللي ترتبت على اقامه المشروع ده؟ قال لك المشروع ده هدف الى استصلاح حوالي 255 الف فدان. هزرع في مشروع شرق العوينات 255 الف فدان، بس خلي بالك معايا كده بقى، المرة دي مصدر المية اللي هعتمد عليه في الزراعة يختلف تماما عن المشروعين اللي فاتوا. يعني احنا مثلا قلنا المشروع بتاع توشكا كان بيعتمد على مية ايه؟ على مياه عذبة من بحيرة ناصر. ومشروع ترعة السلام كان بيعتمد على برضو مياه عذبة من نهر النيل وفرع دمياط. المرة دي بقى في مشروع شرق العوينات ونظرا لبعده عن نهر النيل اعتمدنا فيه على ايه؟ اعتمدنا فيه على المياه الجوفية. خلاص يبقى يجي لك سؤال بما تفسر أهمية مشروع شرق العوينات أو ما النتائج إقامة مشروع شرق العوينات، هقول له استصلاح 255 ألف فدان، ركز في الرقم، اعتمادا على المياه الجوفية. طب يا ترى بزرعه بإيه؟ بزرع فيه قمح وشعير وفاكهة ونباتات طبية، كل ده بزرعه فين؟ في مشروع شرق العوينات.
طيب رابع مشروع عندي من مشروعات التنمية الزراعية مشروع الفرافرة. من اسمه كده الفرافرة، هو أنا عندي واحة اسمها واحة الإيه؟ الفرافرة. الفرافرة يبقى هو ده موجود فين؟ في واحة الفرافرة. يبقى ميجي يقول لك بما تفسر إقامة مشروع الفرافرة أو ما النتائج المترتبة على مشروع الفرافرة، هقول له إيه؟ هقول له أدى إلى أو يهدف إلى استصلاح أراضي مساحتها 1.5 مليون فدان. فين؟ في واحة الفرافرة بالصحراء الغربية. يبقى مشروع الفرافرة 1.5 مليون فدان. مشروع شرق العوينات 255,000 فدان. خلي بالك 255,000 وده 1.5 مليون، في فرق بين الرقمين. خلاص يبقى ده الهدف من إقامة مشروع إيه؟ الفرافرة. يبقى احنا كده حبايبي خدنا مع بعض كام مشروع للتنمية الزراعية اللي هم إيه؟ أول حاجة خدنا مشروع توشكا يميس، ثم اخذنا مشروع شرق العوينات، وبعد كده مشروع ترعة السلام، وبعدين مشروع الفرافرة. طيب تعالوا نشوف بقى مع بعض الجزئية التانية في الدرس معايا، وهو الانتاج السمكي فين؟ في مصر. احنا اتكلمنا اول جزء في الدرس على الانتاج الزراعي او على النشاط الزراعي. النشاط التاني اللي هتكلم عليه في درس النهاردة هو الانتاج السمكي في مصر. قالك للأسماك أهمية كبرى في حياتنا. الأسماك ليها أهمية كبيرة جدا في حياتنا. يا ترى إيه هي أهمية الأسماك؟ قالك تعد مصدرا أساسيا من الغذاء البروتيني في مصر. للأسف طبعا إحنا عارفين إن اللحوم هي من مصادر الغذاء البروتيني في مصر، ولكن للأسف هي فيها عيب، هو ارتفاع ثمنها أسعارها، وبالتالي مش كل الناس بتقدر إن هي إيه إن هي تشتريها أو إن هي تجيبها. طب هناخد بقى البروتين اللي جسمه محتاج، اللي جسمنا محتاجه منين؟ هنضطر إن إحنا نلجأ لإيه؟ لحاجة تانية. فمعظم الناس عندنا هنا في مصر بيلجأوا لإيه؟ للسمك أو الإنتاج السمكي، علشان يحصلوا منه على الغذاء الإيه؟ البروتيني نظرا لارتفاع أسعار اللحوم. يبقى ما يجيلك سؤال يقول لك هنا بما تفسر للأسماك أهمية كبرى في حياتنا، هقول لأنها تعد مصدرا أساسيا للغذاء البروتيني في مصر. طيب أنا دلوقتي بجيب الأسماك بتاعتي منين؟ إيه هي مصايد الأسماك اللي موجودة عندي؟ أنا في مصر عندي مصايد أسماك؟ عندي مصايد أسماك. طيب مصايد الأسماك دي موجودة فين؟ أولا أنا عندي نهر النيل، وعندي البحر الأحمر والبحر المتوسط. طب أنا بجيب أسماك من البحر الأحمر والبحر المتوسط؟ وبجيب سمك تاني منين؟ وبجيبه من مياه نهر النيل اللي هي المياه العذبة. طيب وبجيب سمك كمان منين؟ قالك أنا كمان بجيب سمك من حاجة اسمها الاستزراع السمكي. حاجة اسمها الاستزراع السمكي. طيب الاستزراع السمكي ده يعني ايه؟ كلمة استزراع سمكي يعني عبارة عن ان انا بروح مش بزرع سمك، لا انا بحاول اربي اسماك، اللي هي حاجة اسمها المزارع السمكية. يبقى انا بعمل ايه؟ بربي اسماك، بجيب اسماك صغيرة خالص وببدأ اربيها في مزارع سمكية، يا اما بربيها في حقول الارز. ده كده اسمه الاستزراع الايه؟ السمكي. يبقى اول حاجة من مصايد الاسماك، اول حاجه مصايد الاسماك الاستزراع السمكي. الاستزراع السمكي ده يعني ايه استزراع سمكي؟ انا بربي اسماك. طب انا بربيها فين؟ بربيها يا اما في مزارع سمكيه او في حقول الارز. ادي اول حاجه. تاني حاجه مصايد المياه المالحه. مصايد المياه المالحه، وانا عندي ميه مالحه؟ عندي البحار، البحر الاحمر والبحر الايه المتوسط، وعندي كمان بحيرات، وعندي بحيرات مالحه. زي ايه البحيرات المالحه اللي عندي؟ البردويل والمنزله والبرولوس وايدكو وبيوت وقارون، كل دي اسمها مصايد مياه ايه؟ مالحه. طيب عندي مصايد مياه عذبه؟ عندي مصايد مياه عذبه. عندي ايه؟ نهر النيل والترع، وعندي كمان بحيره ناصر، كل دي اسمها مصايد مياه عذبه. يبقى خلي بالك السؤال بيجي لك ازاي؟ السؤال بيجي لك اختر ده علامة صح او غلط. من مصايد الاسماك الاستزراع السمكي. الاستزراع السمكي ده عبارة عن ايه؟ بيكون فين؟ او بربي الاسماك دي فين؟ يا اما بربيها في مزارع سمكية، يا اما بربيها في حقول الارز. طب مصايد المياه المالحة دي عندي فين؟ مصايد المياه المالحة موجودة في البحار والبحيرات شميس. البحار زي البحر الأحمر والبحر المتوسط، والبحيرات المالحة زي البردويل والمنزلة والبرولوس وإدك ومريوط وبحيرة قارون في الفيوم. ده بالنسبة مصايد المياه المالحة. طب مصايد المياه العذبة؟ نهر النيل والترع وبحيرة ناصر. معنى كده ان انا عندي تنوع في مصادر الاسماك؟ ايوه يا ميس عندي تنوع طبعا. ميه عذبه ده انا بجيب اسماك من حتت كتير جدا في مصر، صح كده؟ ايوه يا ميس احنا فعلا بنجيب اسماك من حتت كتير جدا في مصر، لكن يا ميس للاسف احنا الانتاج السمكي عندي في مصر لا يكفي حاجه السكان، على الرغم من تنوع وكثره مصايد الاسماك يا ميس في مصر، وده طبعا ليه اسبابه. طب تعالوا نشوف بقى هي الاسباب دي. يجي لك سؤال يقول لك بما تفسر اسباب نقص الانتاج السمكي في مصر؟ ليه الانتاج السمكي في مصر لا يكفي حاجه السكان؟ ليه الانتاج السمكي
السمكي في مصر ناقص ما بيكفنيش، على الرغم من كل التنوع اللي موجود فين، اللي موجود في مصايد الأسماك. قالك أول سبب هو تلوث مياه البحار والبحيرات. للأسف التلوث اللي بتتعرض ليه مياه البحار أو البحيرات إلقاء مخلفات المصانع أو مخلفات الصرف الصحي أو غيرها أو مخلفات السفن اللي بيتم إلقاءها في البحار والبحيرات بتعرض الأسماك اللي موجودة أو الثروة السمكية اللي موجودة في المياه إن هي بيحصل لها إيه؟ تلوث. بتموت لأنها بتتلوث المياه. بالظبط كده. وأما الأسماك دي هتموت إيه اللي هيحصل؟ إنتاج السمك هيحصل له إيه؟ هيقل طبعًا. هيقل. هتاخد معايا كمان شوية إن البحر المتوسط أكتر بحر في العالم تلوثًا. في العالم كله أكثر بحار العالم تلوثًا. بصوا لدرجة إيه البحر المتوسط؟ وإحنا طبعًا بنعتمد على الأسماك بتاعتنا من البحر الإيه؟ من البحر المتوسط. وطبعًا مصر بتطل على البحر المتوسط. وبالتالي الانتاج السمكي عندي بيقل. كمان البحيرات هتاخد معايا ان بحيره زي بحيره المنزله من اكتر البحيرات في مصر انتاجا للاسماك، ده زائد ان هي من اكتر البحيرات في مصر اللي بتتعرض للايه؟ للتكفيف، للتلوث كمان. خلاص كده. طب السبب اللي بعديه ايه بقى؟ رقم 2، تجفيف مساحات كبيره من البحيرات. زي ما احنا قايلين دلوقتي اللي هي بحيره مين؟ المنزله. المنزله يعني ايه تجفيف؟ يعني انا بردم جزء كبير من البحيره وبحوله لايه؟ لعماير والمساكن بهدف التوسع العمراني. معنى كده اللي انت بتقضي على نسبه كبيره جدا من الاسماك اللي انا كنت بصطادها وبستفاد منها من الغذاء البروتيني بتاعها، وبحوله ايه؟ بحول نسبه كبيره من البحيره لايه؟ لارض عشان ابني عليها. يعني طب ما ده هيؤدي لنقص الانتاج الايه؟ السمكي. يبقى رقم 2، تجفيف مساحات كبيره من البحيرات مثل بحيره المنزله بهدف التوسع الايه؟ العمراني. العمراني. طب السبب بقى الثالث اللي معايا لنقص الانتاج السمكي هو صعوبه الصيد في البحر الاحمر بسبب كثره او بسبب وجود الشعاب المرجانيه. البحر الاحمر للاسف في صعوبه جدا في الصيد منه، وده الصعوبه دي بتيجي من ايه؟ الصعوبه دي بتيجي من كثره الشعاب المرجانيه اللي موجوده في البحر. على قد ما الشعاب المرجانيه مهمه جدا وعامل مهم جدا بيجذب السياح، الا انها ليها هدف، يعني ليها جانب تاني سلبي، ان هي بتخلي في صعوبه في الصيد في البحر الاحمر. السفن يا ميس ما بتعرفش تمشي، لو مشيت هيحصل للسفن اختراق او تشقق، فبالتالي بيبقى في صعوبه للصيادين ان هم يدخلوا جوه في البحر. الشعاب المرجانيه دي طبعا بتعتبر تكوينات صلبه موجوده في البحر، صخريه صلبه، وبالتالي عند اصطدام اي سفينه او اي سفينه هتصطدم فيها هتبتدي السفينه دي هتتدمر او هتتشرخ وبالتالي هتغرق. تمام. فعشان كده في صعوبه في الصيد من البحر الاحمر. يبقى انتاجي من البحر المتوسط قليل بسبب التلوث، وانتاجي في البحر الاحمر قليل بسبب الشعاب الايه؟ المرجانيه. حتى البحيرات المالحه اللي عندي بيعملوا فيها ايه؟ بيجففوها. رابع حاجه، قله رؤوس الاموال. قله رؤوس الاموال يعني ايه قله رؤوس الاموال؟ انا مش عندي دلوقتي عندي مراكب. انا عندي عندي مراكب، بس المراكب بتاعه الصيادين مراكب صغيره. طب الصيادين دول عايزين طبعا يا مثلا يخشوا في البحر جامد جدا ويجيبوا اسماك زياده، عشان الصياد يقدر ان هو يتعمق جدا في البحر مثلا زي البحر المتوسط لازم سفينه كبيره. طب السفينه الكبيره ديت محتاج ايه؟ محتاجه رؤوس اموال. طب هل الصيادين دول معاهم رؤوس اموال؟ لا، معهمش رؤوس اموال. فبالتالي الصياد مش هيتعمق جدا في البحر، فهيروح على مسافه معينه فهيجيب قدر معين من الاسماك، مش هيقدر يجيب قدر كبير جدا من الاسماك. فبالتالي رؤوس الاموال لو احنا بقى كدوله هنقدر نوفر للصيادين دول اللي هي السفن الكبيره ان هم يقدروا يتعمقوا فيها في البحر، هيجيبوا انتاج اسماك ايه؟ كتير. لكن ده مشكله بتقابلني اللي هي قله رؤوس الايه؟ الاموال. اخر بقى سبب نقص الانتاج السمكي، وده بيترتب على السبب اللي قبليه. احنا لسه قايلين من شويه ان احنا عندنا قله في رؤوس الاموال، وبالتالي ما عنديش اساطيل صيد متقدمه اقدر استخدمها في الايه؟ في الصيد. اساطيل الصيد، الاساطيل دي مجموعه سفن صيد طبعا ضخمه وكبيره. الاساطيل دي محتاجه رؤوس اموال علشان اقدر اوفرها. تمام. للاسف انا بما ان عندي رؤوس الاموال قليله فانا مش قادره اوفر اساطيل صيد متقدمه. طب وانا عشان مش قادره اوفر اساطيل صيد متقدمه مضطره ان انا استخدم وسائل قديمه وبدائيه في الايه؟ في الصيد. تمام. طب الوسائل القديمه والبدائيه اللي انا بصطاد بيها سواء الشباك سواء الصناره او الكلام ده كله، الوسائل دي ايه؟ هتطلع لي انتاج سمكي قليل، مش زي ما تكون الاساطيل دي ايه؟ متقدمه. متقدمه هتطلع لي انتاج سمكي ايه؟ كبير اكتر. يبقى خلي بالك كده، تعالى نلم مع بعض اسباب نقص الانتاج السمكي في مصر. هقول له اول حاجه تلوث مياه البحار والبحيرات زي البحر المتوسط، وقلنا البحر المتوسط اكثر بحار العالم تلوثا. خلاص. 2، تجفيف مساحات كبيره من البحيرات زي بهدف بحيره المنزله بهدف التوسع العمراني. ثالث حاجه، صعوبه الصيد في البحر الاحمر بسبب كثره الشعاب المرجانيه. 4، قله رؤوس الاموال، ما عنديش رؤوس اموال وبالتالي ما عنديش وسائل صيد ايه؟ متقدمه. يبقى استخدام وسائل صيد بدائيه وعدم وجود اساطيل صيد متقدمه.
انتبه معايا كده. قال لك تتعرض البحيرات الطبيعية، طبعا الكلام ده اللي احنا قلناه، تتعرض البحيرات الطبيعية في مصر للتلوث زي قلنا بحيرة المنزلة والردم والبناء عليها. خلاص كده، يبقى يا اما بتتلوث يا اما بنردم ونبني فوقيها، وفي الحالتين بايه بيؤدي الى نقص الانتاج السمكي. السمكي كمان احنا لسه قايلين مع بعض ان البحر المتوسط اكثر بحار العالم تلوثا، بس بقى احنا ما عرفناش هو ليه البحر المتوسط ده اكتر بحر في العالم كله تلوثا. لان البحر المتوسط ده مش بيمشي فيه سفن كتيره، وبالتالي السفن العملاقه اللي بتمشي فيه دي هتلقي المخلفات بتاعتها فين؟ فبتلقيها في البحر. بالاضافه ان البحر المتوسط على سواحل البحر المتوسط في مدن كتير زي دمياط والاسكندريه، كل المدن دي بتلقي مخلفاتها فين؟ بتلقي مخلفاتها في البحر ايه؟ المتوسط. يبقى ميجي يقول لك البحر المتوسط اكثر بحار العالم تلوثا، هقول له بسبب كثرة المدن التي تصرف مخلفاتها، وبسبب السفن العملاقة التي تلقي مخلفاتها فيه. منساش كمان ان البحر المتوسط بيفصل ما بين قارتين من اكبر قبار من اكبر قارات العالم، اللي هي قاره اوروبا وقاره ايه اوروبا، وبالتالي في مدن كتير جدا بتطل عليه، وكل المدن دي بتلقي مخلفاتها فيه. فطبعا اكيد يعني مدن من قاره اوروبا ومدن من قاره افريقيا، وبالتالي طبعا هيكون اكثر بحار العالم ايه؟ تلوثا. تلوث. تعالوا نشوف مع بعض بقى سؤال المتفوقين. السؤال بتاعي بيقول: بما تفسر صعوبة الصيد في البحر الأحمر؟ هنعيد السؤال كمان مرة: بما تفسر صعوبة الصيد في البحر الأحمر؟ هننتظر إجاباتكم في التعليقات الخاصة بالفيديو. طيب احنا قلنا دلوقتي خدنا النشاط الزراعي وعرفنا جهود الدولة عشان تعمل تنمية زراعية. طب احنا خدنا الانتاج السمكي، طب جهود الدولة عشان تعمل تنمية للثروة السمكية، انا عايز ازود الانتاج السمكي بتاعي. طب انا عندي البحر المتوسط وعندي البحر الاحمر وعندي المزارع السمكية وعندي الانهار، هزود من كل دول ازاي الانتاج السمكي؟ اول حاجة مثلا انا عندي ان قلنا البحر بيتعرض للايه؟ للتلوث. يبقى اول حاجة حماية الايه؟ حماية او حماية الانهار والبحار من التلوث. ادي اول حاجة ايه هعملها. خلاص، يبقى اول حاجة هعملها ايه؟ المحافظة على المياه من التلوث. شايف؟ المحافظة على مياه من التلوث. لو انا حافظت على نهر النيل وانا حافظت على البحار من التلوث، انا هزود الانتاج السمكي بتاعي. طب وايه كمان؟ انت لسه قايلنا ميس المحافظة على مياه من التلوث هيؤدي الى يبقى رقم 2 زيادة انتاج الاسماك من النيل والبحار والمزارع السمكية. هزود ازاي بقى انتاج الاسماك؟ ان انا كدولة هبدا اجيب اساطيل صيد متقدمة عشان ازود انتاج الاسماك. يبقى انا هحافظ على المياه من التلوث، ادي رقم 1. انا كدولة هبدأ اجيب اساطيل صيد متقدمة عشان ازود الانتاج السمكي بتاعي من النيل والبحار والمزارع السمكية. طب لما ازود الانتاج السمكي بتاعي، هل انا هبقى محتاج ان انا استورد اسماك من الخارج؟ لا طبعا، خلاص يبقى انا زودت الانتاج الاسماك اهو، يبقى تقليل واردات مصر من اللحوم والاسماك. ولا هستورد اسماك ولا هستورد لحوم، لان اللحوم والاسماك الاثنين غذاء بروتيني، فانا خلاص بقى زودت انتاج الاسماك بتاعي، فمش هستورد من بره ايه ولا لحوم ولا اسماك. ولما اعمل كل ده وازود انتاج الاسماك واحافظ على مياه من التلوث، ايه اللي هيحصل للصياد؟ الصياد بقى هيبقى عنده اساطير صيد متقدمه، فبالتالي هيجيب اسماك زياده، فبالتالي هيرفع من مستوى معيشه الايه الصيادين. يبقى ناخدها مع بعض كده، جهود الدوله عشان نعمل زياده في الثروه السمكيه، اول حاجه هتاخدها معايا المحافظه على المياه من التلوث، لازم احافظ على المياه من التلوث. 2 هزود انتاج الاسماك من النيل والبحار، هزودها ازاي؟ ان الدوله توفر اساطير صيد متقدمه. بعدين لما يكون عندي انتاج في الاسماك، خلاص انا مش محتاجة استورد، يبقى تقليل واردات مصر من اللحوم والاسماك، وبالتالي رفع مستوى معيشة الصيادين. طيب كده نبقى خلصنا مع بعض تاني نشاط معانا النهاردة، وهو الايه النشاط صيد الاسماك او الانتاج السمكي. هناخد مع بعض بقى اخر نشاط معايا، وهو الانتاج الرعوي في مصر. طيب المراعي الطبيعية في مصر نادرة ومنخفضة القيمة الاقتصادية. ايه المراعي الطبيعيه دي؟ يعني ايه مراعي طبيعيه؟ قال لك المراعي الطبيعيه دي هي عباره عن مساحه من الارض، المساحه دي تنمو فيها الكثير من النباتات الطبيعيه. خلاص كده، يبقى مساحه، يبقى المراعي الطبيعيه مساحه من الارض، المساحه دي بتنمو فيها النباتات الطبيعيه. النباتات الطبيعيه دي بتعتمد عليها حيوانات الرعي في الايه؟ في الغذاء. خلاص، ومن هنا تبتدي يبقى عندي مراعي ايه؟ طبيعية. طب هي النباتات دي اللي بتنمو في 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 المراعي الطبيعيه دي بتنمو ازاي؟ عن طريق سقوط ايه؟ عن طريق سقوط الامطار يا ميس. بسبب سقوط الايه؟ الامطار. الامطار. طب واحنا عارفين مع بعض ان الامطار في مصر نادرة ولا قليلة ولا غزيرة؟ نادرة يا ميس. عندنا او الامطار في مصر نادرة، او تتميز بس بندرة مياه الايه؟ مياه الامطار. الامطار. عشان كده المراعي الطبيعية اللي موجودة في مصر هي كمان نادرة. انا اتفقنا مع بعض في الاول ان عشان يكون عندي مراعي طبيعية لازم يكون عندي
حشائش او نباتات. اه ماشي، عشان تكون بقى عندي مياه طبيعيه لازم يكون عندي مياه امطار، يكون عندي امطار. طب الامطار في مصر نادره، تبقى المواعيد الطبيعيه بالتالي هي كمان ايه، نادره وقليله. نادره اه، نادره ومنخفضه القيمه الاقتصاديه، يعني قيمتها مش قد كده، ما بتساهمش قد كده في الايه، في الانتاج الاقتصادي. اه في الانتاج الاقتصادي او في النشاط الاقتصادي في مصر. طب ما يجي لك سؤال بقى يقول لك بمد فاست، المواعيد الطبيعية في مصر نادرة ومنخفضة القيمة الاقتصادية، بحاوله بسبب ايه؟ بسبب ندرة الامطار. اه بسبب ندرة الايه؟ الامطار. الامطار. طب هي نادرة اه، بس ما قلتش مش موجود. لا هي هي بتنزل بس نادرة. اه المواعيد الطبيعية كمان هي نادرة بس انا ما قلتش مش موجودة. أوه. طب الموجودين فين بقى؟ المواعيد الطبيعية في مصر عندي موجودة فين؟ قال لك يقتصر وجود المواعيد الطبيعية في مصر على ثلاث مناطق. أول حاجة منطقة شمال سيناء. انتوا عارفين إن منطقة شمال سيناء اللي هي بتقع على البحر المتوسط فبتسقط عليها ايه؟ الامطار. الامطار، وبالتالي في فرصه لنمو المواعي الايه؟ الطبيعيه. الطبيعيه. تاني منطقه، منطقه الساحل الشمالي، نفس الكلام. هي برضه تقع على البحر المتوسط وتسقط عليها الايه؟ الامطار. الامطار، وبالتالي في فرصه لنمو المواعي الطبيعيه. الطبيعيه. المنطقه الثالثه اللي هي الواحات، وهناك في ايه في الواحات؟ مياه ايه؟ في مياه جوفيه. اه، وبالتالي في فرصه لنمو المواعي او وجود المواعي الايه؟ الطبيعيه. يبقى يقتصر وجود المواعي الطبيعيه في مصر على ثلاث اماكن، ثلاث اماكن فيهم مياه عذبه عشان تنمو المواعي او توجد المواعي الطبيعيه: شمال سيناء، الساحل الشمالي، ومنطقه الايه؟ الواحات. الواحات. يقتصر يعني مش موجودين الا في الثلاث اماكن دول بس. طيب تربى الحيوانات في المزارع على البرسيم والذره. طيب الحيوانات، هو هنا قصده بالحيوانات هنا ايه بقى؟ قصده الحيوانات اللي هي الماعز والاغنام، ولا قصده الحيوانات اللي هي الابل والجاموس والابقار؟ الابقار والجاموس. قصده بقى بالجاموس والابقار، مش قصده بقى على المراعي، مش قصده على الحيوانات اللي هي بتنمو على المراعي الطبيعيه. هنا بيقول لك بتربي الحيوانات، هنا قصده الابقار والجاموس في المزارع على البرسيم والذره. معنى كده البرسيم ده انا بزرعه؟ اه بزرعه. والذره بزرعه؟ اه بزرعه. طيب بيقول لك بما تفسر اهميه الثروه الحيوانيه. ايه اهميه الثروه الحيوانيه؟ كلها بقى الحيوانات، بقى كلها الحيوانات كلها، الابقار والجاموس والماعز والاغنام، كل الثروه الحيوانيه دي مهمه لايه؟ اول حاجه المساعده في اعمال الزراعه. احنا عارفين طبعا ان المزارع وهو رايح الفلاح راح الارض بتاعته لازم ياخده معاه الايه؟ الحيوانات بتاعته، يبقى بتساعده في اعمال الزراعه. تاني حاجه انا باخد منها ايه الحيوانات دي؟ باخد منها الالبان واللحوم والجلود، يبقى انتاج الالبان واللحوم ده كده اهميه الثروه الايه؟ الحيوانيه. يبقى المساعده في اعمال الزراعه وانتاج الالبان واللحوم. طب يجي لك سؤال يقول لك هنا بما تفسر تستورد مصر اللحوم من الخارج. ليه مصر بتضطر ان هي تستورد اللحوم من الخارج؟ بالمنطق كده احنا لسه قايلين من شويه ان المواعي الطبيعيه في مصر مالها؟ نادره ومنخفضه القيمه الاقتصاديه. اه واحنا عدد السكان لسه قايلين في اول الدرس ان النمو السكاني عندي ايه؟ سريع. اه سريع. يبقى اذا ايه؟ في متطلبات كتير لمين؟ اه مما يؤدي من التقليل من انجازات النشاط الاقتصادي. اه ففي متطلبات للسكان، فالسكان محتاجين اللحوم، وانا المواعي الطبيعيه عندي نادره، يعني مش هقدر اوفر احتياجاتهم الكامله من ايه؟ من اللحوم، عشان كده بستورد من الخارج. يبقى انا بستورد من الخارج لسببين: لنقص الانتاج، الانتاج عندي ما بيكفيش، ومقابل في نقص في الانتاج في كمان زياده في الاستهلاك لان عندي نمو سكاني سريع. اه في الاستهلاك. السؤال ده مهم جدا. يجي سؤال يقول لك بما تفسر تستورد مصر اللحوم من الخارج، هقول له لنقص الانتاج وزياده الاستهلاك. طلاب الصف الخامس الابتدائي، نرجو ان تكونوا قد استفدتم معنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.